صباح الخير، صباح الورد، صباح السرور. اوهايو مينا سان من اليابان، معكم عبد القادر. واليوم عندي زوج اخبار مفرحين. الخبر الاول، خلاص الحجر الصحي تاعي، نقدر نخرج برا. كان واحد من المعلقين يسموه ياسين الرحماني قال لي خرج برا صور خويا، راني خارج ونصور لك اليابان. والخبر الثاني راح نتكلموا فيه على كيفاش تهاجروا اليابان، كيفاش تجوا اليابان، كيف تحصلوا على الفيزا. تبعوا معنا. لكن قبل ما نخرج خليني نحسن المظهر اللحية تاعي، بما انه اليابانيين حساسين بخصوص اللحية، حسوها امر غير ناضي. وللأسف آلة الحلاقة ما تمشيش. علاش؟ لانه التوتر الكهربائي في اليابان هو 110، كما مكتوب هنايا هو 220. والله غلطتني، احسن آلة حلاقة شريتها في حياتي. خرجنا يعني هذه الإقامة تعطيكم بايك مجانا. راح نجيبوا على سؤال SMSD ونبيل دافي على الفيزا السياحية. وش من الفيزا انا درتها؟ انا درت الفيزا فيزا ديتيت، لانه الفيزا السياحية حاليا ماش يمدوها اوكي بسبب الكورونا. نبداو بالتاشيره السياحيه، باسكو صديقنا وليد تيتي، هذا صديقنا وليد تيتي هو راه باغي يزوج، قال لك عنده صديقه في اليابان. خويا تاشيره سياحيه، بما عندك صديقه في اليابان تقدر ترسل لك دعوه. كاين نوعين من الدعوه، يعني انفيتاسيون فقط دعوه، وكاينه دعوه يعني ويكون هو الكارون تاعك، هو الضامن تاعك. وانت تكون هو بالضامن تاعك جينيرالمون، كي تكون زعما فاتت لك باغي تروح ليها خدامه تاع عندها المبلغ، لمت مبلغ من المال اللي يخول لها باه تكون ضامن تاعك كي تجي اليابان. اذا كانت صغيره راح ترسل لك غير الدعوه فقط، ما راحش تقدر تكون ضامن تاعك. هذه الدعوه حتى الدعوه تضمن لك 30 الى 40% من التاشيره. في خصوص الفيزا السياحيه كيف تحوها؟ الان الفيزا السياحيه مغلوقه. كيف تحو فيزا سياحيه؟ يلزم لك اخي شهاده عامل، شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي لاكناس، إضافة إلى مدخول يكون حسابك تاع اليورو ولا حسابك تاع الديفيز ما يقادر 100 دولار في النهار. مثلا إذا درت في الفيزا التأشيرة تاعك سمانة، لازم يكون عندك 700 دولار في الكونت تاعك، وزيد لها تذكرة السفر. تذكرة السفر تلحق لك حتى 1000، نقولوا 1700. لازم يتضح في كشف الحساب تاعك تاع الدينار أنك تخلص نفس المبلغ اللي كدرته في الجيش الفيش دوفاي. اليابان اذا طلبت منهم 10 ايام يعطوك 10 ايام، يزيدولكش، ما يبغوش يفهموا. لذا كون دقيق، وجينيرالمون كي تطلب الفيزا تاعك ما تكثرش، ماكسيموم 10 ايام في 12 يوم ما تكثرش، لانه في اي دوله ماشي غير اليابان تكثر ما يتوسوسولك، وزيد لازمك تعمر الحساب تاعك بزاف، لهذا راح يتوسوسولك. هذا المعروف، هذا فيما يخص فيزا سياحية. خويا وليد ما تقلقش، هذه فيزا سياحية. كاينه طريقه واحده اخرى تقدر تروح لها، دوك نكتشفوا معاها في البلاصه في الجايه. برك نروحوا نشرو آلة الحلاقة دوك. كونيتشيوا. شتسمو ماي ديسكا؟ شتسمو ماي ديسكا؟ باريكا أليماسكا؟ باريكا باريكا ديسكا؟ أليماس؟ كامي هاي؟ これはないですね. ناي، ごめんなさい. あっちの方に 電気屋さんあるんで、そこだと。 そこ ですか? はい。 ありがとう. どこ? あそこの大きい建物の。ああ、ありがとう。 اوكي ندوها هذه وخلاص. اوكي بالمناسبه طوندس تاعي الاخرى والله صح شابه والبروفيسيونال، لو نظري حفف يعرف الاخرى تاعها. ندير عليها جيف اواي. اوكي شروط الجيف اواي انه توصل قناتي على اليوتيوب 5000 ابوني، وقناتي على الانستغرام 5000 ابوني. كيفاش راح تشاركوا فيها اخوتي؟ عندي بوست الانستغرام تسيبوه في الوصف، لازم تطاقيو فيها ثلاثه من اصحابكم تكونوا مشتركين في القناة تاع اليوتيوب وفي الانستغرام. راح ندير عليه سحب، الرابط تاع الصورة تاعو تسيبوها في الانستغرام. اوكي ولي كومونتي لازم في الكومونتير ديروا ثلاثة ليطا وكتبوا واش حبيت. ربوات غاليين
$50. شو غير جبتوا واحد من الدار عبالكم؟ شحال هذا؟ $100 هذا. بزاف. مقالي غير غاليين ها؟ جيبوا معكم الديار يا بنات. اوكي؟ مقالي غاليين، جيبوا معكم الدار. دوكا راح نكملوا مع موضوع الفيزا، بغيت نصيبوا سبوت شباب ونهضروا فيه على الفيزا خالتي. لكل شخص اسألني على العمل في اليابان، العمل في اليابان كاين، وأسهل طريقة تعمل بها في اليابان بدون خبرة، بدون يعني بدون شهادة، بلا أي حاجة، دراجة. تاع تخدم مع اوبر ايت، تنسكري في ميم با 5 دقائق، تولي توصل للأكل، منها تربي في الصحة، منها دراجة مجانية كما كنتم تشوفوا تحصلت عليها، ومنها راك تدخل في الدرام، تقدر تخدم 4 سوايع في النهار وتحصل إلى ما يقارب $60 ياك. فيزا مخلف في الفيزا السياحية هي فيزا دراسية ولا نقولوا فيزا عامة، كلاهما لازم تتحدث مع واحد ساكن في اليابان، مثلا شركة ولا مؤسسة راه يبعث لك دعوة باش تجي تخدم، وهو اللي في الريزيدونس هو اللي يكون مسؤول عليك، سما يذكر المكان العمل تاعك فيه معاه، ديك السيرتيفيكا يكتب لك فيها باللي هذا مقبول باش يجي يعمل عند السيد كذا كذا كذا، مكتوبة في الورقة هذيك. وعليها تدي التأشيرة تاعك، سمت تبوستي في موقع تاع اليابانيين، كاين خدمة على ريسانهم كاينين، تبوستي إذا قبلوك كلش هم يديروا معك انترفيو، تهدر معهم، تبعث لهم الشهادة تاعك، يعيطوا لك تجري. وكاينة الفيزا هذه اللي قلت لك عليها اللي درتها أنا، يا فيزا تاع الدراسة، أسهل فيزا وأصعبها في نفس الوقت. علاش أسهل؟ لأنه الفيزا الوحيدة اللي في العالم تقدر تديها بمجرد تدرس اللغه اليابانيه، تروح تدرس هكا اللغه اليابانيه تديها، وعلى الاقل يعطوك عليها عام ونص عامين. اذا كانت تكلفه العام كله تاع الدراسه $6,000، $6,000 زد لها $6,000 تاع المعيشه، سما $12,000، $12,000 كل عام، $12,000. فيزا دراسيه تتحدث مع مدرسه ولا معهد تعليم اللغه ولا جامعه، تتحدث معهم وتقول لهم باللي باغي نجي ندرس اللغه. اوكي، يشترطوا عليك على الاقل 12 سنه نتاع دراسه، تكون عندك 12 سنه نتاع دراسه، لازم يكون عندك شهاده دراسه اللغه اليابانيه. انا ما عندي الشهاده خوتي، كي درت معاهم قلت لهم باللي ما عندي الشهاده، قال لك نديروا معك انترفيو باليابانيه، اذا جستو انا نقول لك. درت معاهم انترفيو باليابانيه، فهمت، قدرت نهضر، قالوا لي على حسب التقييم تاعهم، قالوا لي باللي عندك مستوى ليفل 4، قال لك نقدروا نقبلوك نورمال. كاين مدارس ما تقبلش من البلاد، مثلا كاينه مدرسه بوستيت فيها يقول لك الجزائر انا ما نقبلها، الوثائق الحقيقيه الضربه الاولى يتشيكيها المدرسه، ومن بعد هذاك المدرسه تدي ذوك الوراقي في سكان بي دي اف، تديهم عند الايميغريشن يشوفوهم، يقبلوهم الايميغريشن، الايميغريشن يعطيهم الاوكي باش تبعث لهم ذوك الاوراق، ذوك الاوراق يوصلوا للايميغريشن يزيدوا حقه معاهم، تسمى فيها تحقيق كبير. كما قلت لك كاينه طريقه نقدر نتجاوزوا بها هذه العفسه، ولكن تعرفوا عليها لما نوصلوا 2000 مشترك خوتي. بعد عن طريق راح ندير تجربه في نفس الوقت، هذا واش شريت اليوم ياك، خسرت عليها $31، حطها هنايا نشوفوا اذا يسرقوها اليابانيين. نيهونجين اونلي جاي انا طاني شينجيريو دونتو ستولو مي اوكي ليتس جو. مسيمو داكارا، مسيمو داكارا تانيكو دا بينا. واش كنت نخدم؟ كنت نخدم بتروليوم انجينير في حاسي مسعود في الصحراء الجزائريه. التخصص تاعي كان كوتي بين سوبرفايزر. قبل ما ننهي الفيديو
كيما قلت تكاليف الدراسه اللي حاب يجي على جال الدراسه تم تحتاجوا 12000 دولار باش تجوا ياك. كاينه طريقه تقدروا ما توفروش ذاك المبلغ وتجوا. كيما قلت لكم هذو اللي تريكس راح نقول لكم نقولهم عليهم تكون عندنا كوميونيتي كبيره. اوكي والى ذلك من حين ما تنساوش خالص الاشتراك في القناه، الاعجاب بهذا الفيديو، دعمنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كيما قلنا راه كاين giveaway على هذيك البوندز او كاينه giveaway اللي يحب يشارك فيها. انا قلنا تفاصيل من قبل، شاركوا خوتي، نتوقع بكم تكونوا في الفيديو الجاي حاضرين كما العاده. باي باي حبتي، والى اللقاء. صح فطوركم والى اللقاء.